زخم بالفرص، غزارة بالفرص، لكن الأهداف أين هي الأهداف؟ أين هي الأهداف؟ تغيب 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 إلى حد هذه اللحظة رغم كثرة المحاولات لنياد الحسين. إذا ما زال الحسين يبحث، هناك الكرة وصلت من جديد لعبد الله عطار، عادت من جديد، يا عيني يا عيني يا عيني، جول 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 جول، هدف التعادل، هدف التعادل، أتوا بها فعلوها، مصعب اللحام باقتحام باقتحام، إنهم يعدلون بعد خسارة المحاولات، إنهم يستطيعون، يا عيني على الهدف ويا عيني على مصعب اللحام، هدف التعادل للقيصر، القيصر يتصدر في اللقطة الماضية. شوف الكرة وصلت هنالك، عادت من جديد إلى القيصر، يا عيني يا سلام يا سلام، إلى زميله، إلى من احتسب الهدف في اللقطة الماضية، إلى من احتسب الهدف في اللقطة الماضية. نعم، شوف الكرة، شوف الكرة من مصعب اللحام، اللحام لعبة عالية، يا سلام إلى كريستيان، إلى كريستيان، إلى كريستيان، نعم 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 إلى كريستيان. شوف الكرة، شوف الكرة والهدف الذي أتى الآن في هذه اللحظات لنادي الحسين، يجعل من نادي الحسين أمام خيارين، الهجوم وتسجيل الهدف الثاني، الرضا بالنقطة واحدة. حكم المباراة يضيف 6 دقائق، الكرة تلعب هنالك عند عناصر نادي ال أجواء مشحونة يا سادة يا كرام، أجواء مشحونة يا سادة يا كرام، وأجواء أصبحت أكثر من نارية. متبقي قليل الدقائق، قليل الدقائق، كثيرة الأمور ستعمل الأهداف، ممكن عالية، يا سلام يا سلام، حلوة اللقطة، جميلة اللقطة، حلوة اللقطة، جميلة اللقطة، حلوة اللقطة، جميلة اللقطة، لكن هذه فرصة من عدة فرص لعبت، من عدة فرص لعبت، استغل منها هدف وحيد عن طريق كريستيان. واحد واحد، شوط ثاني وفانا بكل شيء، الهدف أتى والآن الشوط يعلن على أنه وصل لذروة إثارته تماما، وصل لذروة إثارته تماما. تلعب الكرة عند حمزة الصيفي، الصيفي الصيفي، تغطية دفاعية وصلت من جديد عند عناصر نادي الحسين في الجانب الأيمن، انطلاقة سريعة سريعة من عبد الله العطار، لكن الكرة فيها خطأ. تلعب الكرة عبد الله العطار إلى كريستيان، كريستيان يا سلام، إذا هاي ضاعت كريستيان، إذا هاي ضاعت كريستيان، يبقى السؤال على مستوى كريستيان في هذه المباراة، هل هو الخيار المناسب لنادي الحسين؟ هل الجزيرة سيفعل المستحيل بعدما كان في الشوط الثاني غائب هجوميا ويلعب الكرة الآن عالية، وصلت وليد يغطي في الكرة الماضية، تعود الكرة عندها عامر، عامر أبو جاموس، انطلاقة سريعة في الجانب الأيسر، تغطية دفاعية بشكل مثالي، هل سيفعل الغير متصور، الغير مألوف في الشوط الثاني، وأن يهاجم وأن يسجل هدف نادي الجزيرة؟ كل شيء وارد، كل شيء ممكن، كل شيء معقول، كل شيء معقول. هنالك عند عناصر نادي الجزيرة، تلعب في الجانب الأيمن عند حسين عبيدات، حسين يا سلام، يا عيني يا عيني يا عيني يا حسين، الهدف الثاني، الهدف الثاني،
والحسين يعاني 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 يعاني. قلت لكم هل ممكن أن يعودوا؟ هل ممكن أن يباغتوا؟ هل ممكن أن يهجموا كما لم يحصل في غالب الشوط الثاني؟ حسين عبيدات الورقة الرابحة لعامر عقل. حسين 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 يا الله يا الله يا حسين. شوف الكرة مثالية، لمسة جول، لمسة مباشرة في الجول، لم يتسوانا، لم يتسنى، لم يتردد، لم يتأنى، مباشرة في المرمى يسجل الهدف بطريقة مثالية. حسين عبيدات، اثنين الجزيرة واحد الحسين، اثنين الجزيرة واحد الحسين. ماذا يجري؟ ماذا يحصل يا ترى؟ يا ترى هل هي نهاية الحكاية على هذا المنوال؟ هل هي حكاية نهاية على هذا المنوال؟ أم أن الحسين له ما يقال، له ما يريد أن يقال، له ما يريد أن يقال؟ تغطية دفاعية مثالية عند عناصر نادي الحسين. والله عشر دقائق أتعبتنا مشاهدينا الكرام بجمالها. عادت عادت، جول 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 للحسين. التعادل التعادل التعادل. ماذا يجري؟ ماذا يجري؟ عشر دقائق، ثلاثة أهداف، ثلاثة أهداف. هذا هو للمتعة إنصاف. نعم، هدف هدف لحجازي ماهر، هدف جميل. شوف الكرة لعبت جميلة، حلوة حلوة. يا الله يا الله، ما أروع المباراة، ما أروع المباراة. أصبحت ممتعة، أصبحت مذهلة، أصبحت جميلة 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 جدا جدا جدا. هدف جزيرة، هدف حسين، هدف جزيرة، هدف حسين. الآن هدف حسين أم هدف جزيرة؟ هذا السؤال المطروح.